الطارئة يتواصلوا مع المتبرعين. تعرفوا إيش كانوا يعملوا بفلسطين؟ كانوا عندهم كول سنتر يتصل على كل الناس المتبرعين اللي عندهم فصيلة الدم أو، قالوا مرحبا عندكم ممكن اليوم تيجوا تتبرعوا. احنا حكينا لهم لا تفضلوا، السوفت وير جاهز، عندكم ويب بيج من خلالها بتقسم كل المتبرعين حسب فئات الدم وبتتواصل معهم عبر الاس ام اس. كبسة واحدة وصلت لكل المتبرعين الموجودين في غزة الموجودين في نابلس حسب فئتهم، فئة الدم تبعتهم. وبهيك احنا ضاعفنا عدد المتبرعين واعطيناهم خصوصية وتواصل معهم 24 ساعة. كمان عملنا استبيانات عبر الاس ام اس، وكمان عملنا رسائل صوتية. لما وصلنا السودان لقينا انه نسبة الامية عالية، بفلسطين ما في امية، بالسودان لقينا انها عالية، في ناس ما بتقرأ الاس ام اس. هذا شجعنا نعملهم رسائل صوتية، يعني بتحط الموبايل على دانك بتعطي كل خبرتك عبر الرسائل الصوتية وتستقبل الوظائف عبر الرسائل الصوتية. خليني احكي عن التحديات. دائما كل تغيير مرفوض في البداية. لما بدأنا نستخدم الاس ام اس انتقلنا من مرحلة انه الناس بفلسطين عن جد بدك تستخدم الاس ام اس مشان الاقي وظيفة؟ لا، انت اكيد مجنون. فبعد شوي انتقلنا لمرحلة انه الناس بدأت تفكر في الموضوع لما عملنا سامبل. بعد شوي نجحنا والناس شوي صارت تقل مقاومتها للتغيير. الاشي الثاني هو العوائق المالية. احنا التيم تبعنا 10 كلياتنا تحت 30 سنة، سوق تل من 2006 يعني من 4 سنين، انا كان عمري 24 سنة، كنا يدوب يعني منأمن المكتب كيف بدنا نطبع، فكانت هاي مشكلة للشباب. بس الحمد لله احنا تخطيناها وحصلنا على جوائز إبداعية في الوطن العربي وفي العالم. في كمان اشي كمان لازم نعترف فيه، انه في الوطن العربي مبارح كنا عن المبدعين وايش المشاكل والصعوبات اللي بتواجههم. خلينا نكون صريحين، ما في عنا ثقة في المبادر العربي. منتوقع انه دائما انت عمرك 25 نستنى خبرتك لسه. لما بدأنا سوق تل ونزلنا على سوق العمل اروح للشركات المعروفة، اول سؤال بدل ما يحكي لي ايش عامل تكنولوجيا انت اول مرة في الشرق الاوسط، يحكي لي قديش عمرك في السوق. طب ليش هذا يكون عندنا في الوطن العربي؟ خلينا احنا يعني وين التشجيع؟ ما بدنا دعم مادي، اعطونا تشجيع. والاشي الثاني هو كان واجهنا صعوبة الخصوصية بما يخص النساء، لانه احنا بنتعامل مع ارقام موبايلات، فكان في البداية بدنا نخلق السمعة للمؤسسة، فمن الصعوبة انك انت تدق باب تحكي لهم في عنا خدمة خلي البنت تقدم. فاكيد بتعرفوا كيف في المجتمع العربي في خوف من تقديم الرقم. بعد هيك بعد ما تعاوننا مع الجامعات الناس ارتاحت وصار في عنا عدد النساء 40% من الداتابيس الموجودة عنا. وبهيك انا بكون وصلت خبرتي وان شاء الله انه شكرا محمد. كمان بقول لك بليز ما تنطر دائما الشجاع حدا يشجعك، سكر عيونك وامشي الا حيلحقوك بعد يوم. اوكي العالم بتلحقك، ما تنطر حدا يشجعك، كفي لانه اللي عم تعمله كثير منيح، يعطيك الف عافيه. وبدنا ننتقل هلا لصبي ماريا مهدلي من مديره عام شركه رمان بالسعوديه. كمان نحن بنشجعها كثير لانه كثير صعب واحد كمرأة تكون مبادره بالسعوديه. عندها هي مؤسسه شركه رمان، وتحت شركه رمان عندها شركتين اللي هي مجله ومنظمه شبابيه. اهلا وسهلا فيك، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء ابغى اشكر فكر بانهم يعطونا الفرصه يحطوا كل الناس المبدعين والرياديين في مكان واحد ويدونا الفرصة أن نتكلم معهم وناخذ خبراتهم. أنا ماني خبيرة زي كل أحد هنا، أنا لسه طالبة عمري 22 سنة، بدأت الشركة عمري 19 سنة. وزي ما يقولوا أنه أنا بدأت 19 بس ياريت أنني بدأت أبدأ من 19. أنا ماني مديرة عام شركة رمان، أنا أحد المؤسسين، بس أنا مسؤولة على شركة فانك اللي هي منظمة شبابية. هدفها أنه أول شيء زي ما لقينا مشكلة، لقينا حاجة،
وهي مشكلة موجودة في العالم العربي كلها، إنه الشباب يمثلوا أكثر من نص السكان، وأنا كنت واحدة منهم، وما في منصة إنه أقدر أروح أتكلم أو أقدر أروح أوري موهبتي أو أقدر ألاقي أحد يدعمني ولا أحد يقول لي يشجعني. فلقيت هذه المشكلة أنا شايفتها وأنا واحدة منهم، وقلت لا لازم نلاقي نوفر فرصة للشباب هذه. فبدأنا شركة فانك اللي هي بدأنا كموقع موقع إلكتروني يهدف إلى نتكلم على الشباب ونتكلم عن أي أحد طموح، أي أحد عنده فرصة، ونوفر أدوات وفرص وإكسبيرينس بحيث إنه أي أحد عنده شيء ويكونكتهم نواصل معاه مع أي حد تاني يقدر يوفر هذا الشيء، خصوصا في شيء عملي أو موهبة أو تعليم أو أي شيء زي كده. زي ما قالوا لما تبدأ يقول الفكرة مجنونة غريبة، بس أينشتاين قال إنه إذا الفكرة ما هي غريبة يعني ما لها أمل. وأحسن كونسلتنسي إنك أنت توفريها فري كونسلتنسي، إنك تروح تكلم فكرتك وتكلم مع أي حد قدامك تقول آه أنا عندي دي الفكرة، آه أنت مجنونة طيب لا تسويها، بس أروح حد تاني يقول لي طب لا تسويها كده سوي كده. فهذه فري كونسلتنسي اللي أنا أخذتها ومن الناس، فهذه أحسن طريقة أنا شفتها، إنه لازم تتكلم على فكرتك، لازم تقول إيش عندك عشان تلاقي التانيين إيش يقولوا عنها. طبعا زي ما قالوا ان لما تتكلم لازم توقف كلام وتبدا مشروعك. نحن تكلمنا وفكرنا وقلنا بزنس بلان، وبزنس بلان ما اعرف عمري 19 والميجر حقي جرافيك ديزاين، ما اعرف ايش يعني بزنس، ما اعرف ايش يعني ماركتينج، ما اعرف ايش يعني كاش فلو ولا شيء زي كذا. اول خطوه سويناها تكلمنا لقينا فري كونسلتنسي وبدانا على طول. والشيء اللي سويناه اول حاجه رسلنا SMS، قوة الاسماس، رسلنا SMS للست عندي في التليفون انه انا ترى احتاج شباب يشتغلوا تعالوا يقابلوني في ذا الوقت. من يومين لقينا 100 شاب ما يعرفوا انا ايش بتكلم عليه، ما يعرفوا انا ايش بسوي، جو وقابلونا في المكان وقالوا ايش عندك نحن بنشتغل. وهذه القوة اللي لقيتها انه في طاقة للشباب يبغوا ياخذوا اي فرصة، يبغوا يسووا اي شيء عشان يبدعوا واحد يسمع لهم ويتكلموا. ومن هذه الفكرة كل اللي اشتغلوا عندنا في الشركة طلاب، وأنا أكبر واحدة فيهم عمري 22 سنة، فالأفكار كلها مبدعة، كلها من الشباب بنفسهم، فتخدم من الشباب للشباب والأهداف حقتها للشباب. برضو شيء تاني اللي قالوا أنا بتكلم عن وكلهم أتكلموا عن ده الشيء اللي هو الفشل. يقول لك إنه الفشل ما يكون اختيار، والواحد لما يروح يفشل من مكان لمكان أهم شيء إنك أنت ما تخسر حماسكم. أنا أكون فخورة لما أقول إن أنا فشلت كثير، لأنه من الفشل أنت الواحد بيتعلم، لما واحد بيتعلم بيعرف كيف يبدع في المستقبل. مرة كده حضرت مؤتمر وكان بيتكلم على الستاتستيكس، وكان بيقولوا انه الافريج ايج السن المعين ان الواحد يبدا مشروعه في نهايه الثلاثينات وبدايه الاربعينات. ووقفت انا قلت لا ما يصير كده، معقول انه في البلد ما في حد اصغر من كده بيبدا مشاريعهم؟ والنسبه لازم تبدا من بدري، الواحد لما يبدا بدري يعني لو فشلت شركته عنده فرصه ثانيه، ويبدا من بدري فيتعلم، وفي النهاية لما يوصل لـ30 يكون تجاربه مهمة جدا. فمن أحد المبادرات اللي نحن أخذينا تحينا إنه نبغى أقل النسبة هذه، وبخلي سن الانتربرنورز يصير سن المبدعين بدل ما يكون نسبتهم في الثلاثينات نهاية الثلاثينات إن يكونوا في العشرينات بداية العشرينات، وهذا الشيء اللي نبغاه. فالمبادرة اللي نحن بنسويها اللي هو اسمها ينمو، تهدف إلى تشجيع الشباب إنهم يتخذوا هذه الفرص إنهم يبدأوا مشاريعهم. حبيب ما شاء الله سوى يلا ستارت اب ويكند، بيقول إنه كم مشروع أنتج من هذا، وأتمنى إنه يجينا برضو معانا على المشروع حقنا في السعودية. وهذه أمنيتي إن أقل نسبة المبدعين وبس. شكرا.
ماريا شكرا. ذكرت شغلتين، انه بتقولي المبادر مجنون، هو مجنون لا يبرهن العكس مثل ما قال كمان حبيب، بس دائما هو المبادر بيكون عنده فكره بيقول لك بدي اجرب، والفشل هو خطوه الى الامام، سو ما تعطل ولا هم فشل ولا شيء. وهلا بنكفي ونختم البانل مع سيد عبد العزيز النعيم كمان من المملكه العربيه السعوديه، رئيس شركه ياريم. برزنتيشن هنا. السلام عليكم، صباح الخير. بس تعقيب على موضوع الفشل، من قبل ما ادخل انا ونبدا نتحدث عن تجربتي، انا اعتقد ان في حياتي لم اتعلم شيئا من النجاح، وكل ما تعلمته من الفشل. احد الكوتس او الاقوال اللي دائما ما اتذكرها لتيد تيرنر، اللي هو مؤسس CNN وTurner Broadcasting، فأترجمها. قال في البزنس يجب أن يكون تطلعك أو الأبروتش حقك زي لعبة الجولف. لما تلعب جولف تضع الكرة على بداية المكان الذي أنت تقف فيه، ويو تيك أ سوينج. لما الكرة تطير وتطيح في الموية، أو لما الكرة تطيح في الرمل، ما تروح إلى المنطقة التي فيها الرمل أو المنطقة التي فيها الموية، تحاول أنك تبحث عن الكرة وتدرس الكرة ولماذا وقعت الكرة في ذلك المكان. لا، لما تقع الكرة في مكان خاطئ تخرج كرة أخرى تضعها، and you take another swing. فأنا أعتقد هذا قد ما تحدث عنه كثير لضيق الوقت، بس أنا أعتقد هذا أهم شيء بالنسبة لي كأنتروبنور، أنه فعلا الوصول إلى القناعة أن النجاح هو عبارة عن سلسلة غير منتهية من الفشل تنتهي بما يسمى النجاح. سأتحدث اليوم عن موضوع آخر اللي هو المسؤولية الاجتماعية، لكن المسؤولية الاجتماعية من منطلق ربحي. تجربتي مع شركة ياريم العربية ومشروعنا الأول الذي بدأنا فيه في عام 2007، وهو سلسلة مقاهي وتاكو شيء. السبب أن سلسلة مقاهي وتاكو شيء مختلفة، أن سلسلة مقاهي وتاكو شيء كمنظومة أو كنشاط ربحي مبني على أساس المسؤولية الاجتماعية. عادة ما نجد الشركات الربحية يكون لها هدف ربحي ولها نشاط ربحي أساسي، وخاصة بعد ما تكبر وتصبح شركة كبيرة تبدأ تفكر كيف أستطيع أن أعطي إلى مجتمعي، وكيف أنا أستطيع أن أرد الجميل. نحن بدأنا بالعكس، بدأنا في فكرة المسؤولية الاجتماعية كالأساس، كالكور الذي بدأنا وبنينا عليه هذه الشركة، ولم نخجل أن نبدأ بالمسؤولية الاجتماعية منذ بداية الشركة. تاريخ بسيط، تأسست شركة ريم العربية في صيف 2005 كفكرة، وحنا بدأنا العمل في فبراير 25 2007، يعني في فبراير القادم نكمل إن شاء الله 4 سنوات، على يد 4 من الشباب اللي هم أنا، عبد الله أحمد العجاجي، هنا عبد الله المعيبد، وحمد فائق الصالح. وبدأنا في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. غرض الشركة قد يكون أحد أهم الأشياء التي أعتقد أن قمنا بها، وهي وثيقة، يعني سمينا احنا الحديث بعد عن اللغة الإنجليزية، احنا كتبناها بالإنجليزي صراحة أول ما بدينا، سميناها Our Purpose، وترجمناها بعدين إلى غرض الشركة. والوثيقة هذه بمثابة دستور، يعني الفكرة التي جاءت، يعني لما تأسست الدول العظيمة، يعني لما نرجع نتكلم عن يعني مثلا في أمريكا The Declaration of Independence، لما جلسوا وقرروا أنهم يستقلون عن عن بريطانيا، بدأوا لما الشخص يقرأ، يعني الآن لما ننظر إليها من يعني الريتروسبكت، من نظرة إلى الماضي، نعتقد أن طبيعي أنه أمريكا تجلس ويكون عندها دستور من اليوم الأول، وبعدين ديكليريشن. هؤلاء عبارة عن كم واحد تجمعوا في غرفة واحدة زين، وقرروا أنهم يكتبون
يعني وثيقة الآن تحكم وكانت تحكمها على تقريبا فوق 200 سنة يعني. فهذا اللي احنا قمنا به ونعتقد هذا أهم شيء سوينا، قلنا خلنا نكتب وثيقة سميها Our Purpose أو غرض الشركة، والوثيقة هذه ستكون دستور لنا كشركة، والوثيقة هذه هي المقياس الذي سنقيس عليه كل قرار نقوم به. هل القرار متوافق مع الدستور هذا ومع هذه الوثيقة؟ إذا كان الجواب نعم فهذا القرار صحيح، وإذا كان القرار يختلف مع هذه الوثيقة أو هذا الدستور فهذا القرار خاطئ. من غير ما أقرأها بالكامل، بس أول ما بدأنا فيه طبعا هو لماذا نحن نؤسس هذه الشركة، قلنا لتطوير وتطبيق مفاهيم مبتكرة في مجال صناعة المأكولات والمشروبات من خلال الموازنة بين احتياجات أصحاب المصلحة الأربعة الخاصين بنا. هذا أعتقد أهم يعني فكرة وصلنا إليها، وأن كشركة في عدة stakeholders وأصحاب مصالح. ما هو الهدف من تأسيس الشركة فقط لخدمة المساهمين؟ أو في بعض الشركات يعني في الفترة الأخيرة بدأ يوسع المفهوم وبدأوا يتكلمون عن خدمة موظفيهم أو خدمة زبائنهم. لا، احنا من يوم تأسسنا قلنا عندنا أربع أصحاب مصلحة، four stakeholders. الأول هم زبائننا، بعدين موظفينا، وليس الترتيب ليس بالأهمية، لازم أشكل كلمة الموازنة من أصحاب المصالح الأربعة: الزبائن، الموظفون، المجتمع والبيئة، والمساهمون. وكل واحد من هذه الأطراف يعني يجب أن يكون له مصلحة تؤخذ بعين الاعتبار في كل قرار. فأحيانا مو أحيانا دائما عندما يعني نتخذ قرار نرجع إلى هذه الوثيقة ونرى هل هذا القرار يخدم المساهمين، وهذا دائما أسهل قرار يعني الشركات تتوجه يخدم المساهم نعم، بس يضر بالمجتمع والبيئة أو يضر بالموظفين، معناها قرار خاطئ. حتى لو كان ينفع أحد الجهات لازم يكون في موازنة بين أصحاب المصالح الأربعة. تم تكريمنا من عدة جهات الحمد لله، آخرها في عام 2009 المرة الثانية فزنا كأحد أسرع 100 شركة نمو في المملكة في المرتبة الثامنة في قائمة السعودي فاست جروث. والآن صار عندنا عدة علامات تجارية في شركة ريم، عندنا 9 فروع أو 8 فروع بنفتح التاسع قريبا تحت 3 علامات تجارية اللي هي أوتاكو شي اللي هو المقهى اللي حتحدث عنه، برجر جوينت وغورمي برجر تشين وغرافيتي، ما راح أتحدث عن اثنين الثانية، حتحدث عن الأولى أوتاكو شي. كلمة أوتاكو شي كلمة ابتكرناها looking back، يعني الحين كلمة صعبة ما أدري ليش يعني قررنا نختار اسم هذه الصعوبة، بس الفكرة أنه حاولنا أن نختار اسم يجمع